لك ايه؟ الله يديك العافية. الله يسلمك، كيف الحوار؟ والله طيبين الحمد لله. طيب يا اسامة، عارفين طبعا كنت في اجازة. ايوه. وجيت من الاجازة لقيت ولد طلع عملهم ورجع. يا اخي. اي فمعلش يعني طلبت غير عشان المرتب ما بتلاقيه شديد. والله يا حسن يعني انت صوت زميل. والحاجة جهزتي ما ممكن الا بعد زيارة المسؤول. بعد زيارة المسؤول؟ اي. أمسانا كان الموضوع ده المرتب محتاج يعتبر يعني. والله ما في طريقة يا حسن. الطريقة كان بيعمل لك. طيب امشي يا ريس. امشي يا ريس الحسابات. السلام عليكم. معلش يا حسن. السلام عليكم. سلامات. شريف. سلامات كويس. كيف الأخبار؟ سلامات. تمام؟ إن شاء الله كويس. كيف الأخبار؟ سلامات. الحمد لله. إن شاء الله كويس. الله يسلمك. سلامات. تمام. الحمد لله. الحمد لله. سلامات. كويس. عافية. معلش يا شريف يا اخي، تعرف يا اخي انا كنت في اجازه، جيت عشان اصرف مرتبي لقيت عمله مرتجع. يا سلام. ما شايف يا اسامه عشان عمل لي اللي هناك بتاع الارجاع ده. يا سلام. قال لي يا اخي لا تمشي يا شريف. اي اسامه. اي والله يا ريت والله يا حسن عارف بلد يعني الا يعني ما في طريقه. ما في طريقه ليه يا شريف؟ ما في طريقه والله. تعرف الا بعد زياره المسؤول. بعد زياره المسؤول؟ اي. يا اخي يا شريف يا اخي اخدمني في الحاجه دي يا اخي، انا زوجتي في المستشفى. لا طيب انا يا شريف يا اخي انا محتاج للمرتب ده يا اخي. ها؟ محتاج له شديد. يا سلام. ايوه انت عارف انا قاعدين في المستشفى ومحتاج له شديد يا اخي. طيب يا حسن. اي. انا ساعدك بحاجه واحده بس. ايوه. اللي هي شنو؟ ها؟ يعني يا سلام. اي. انا احولك للصفية. للمدير المالي؟ ايوه. انت ما تقدر تعمل اي حاجه؟ ما اقدر. ولا تقدر تساعدني في الموضوع ده. يا سلام. يا شريف. معلش. معلش. معلش ما اقدر. ما اقدر. اقدر تحول للصفية. بس لا لا ما اقدر اخترق له. يا سلام. كيف الحال؟ الحمد لله. يا سلام. الله يبارك فيك. يا الحال. يا سلام. يا الحال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ كيف الحال؟ بخير الله يبارك فيك. كيف الاحوال؟ اتفضل. الله يبارك فيك. الله يسلمك. حقيقه يا استاذ انا كنت في اجازه ونزلت عشان اصرف المرتب، لقيت المرتب رجعوه مرتجع، فمشيت لاسامه ولشريف وقالوا لي لاني شويه كده مسحومين وكده، فقالوا لي لا تمشي يا صفية. فيا ريت يا استاذه الموضوع بتاع المرتب ده. طيب حسن والله يا حسن. نعم. يعني مرتب يمشي مرتجع دي حاجة إجراء بسيط جدا جدا. نعم. بتوقيعه بتمشي في خزنة التصرف. نعم. لكن بس الأيام دي جايين مسؤول زاير، عشان كده موقفين والله كل التوقيعات كل الإجراءات المالية. معلش ما في طريقة إلا بعد زيارة المسؤول والله. معلش يا أستاذ يا أخي، بس أنا محتاج المرتب ده شديد، زوجتي في المستشفى ومحتاج ليه شديد، يا ريت لو تخدميني في الحتة دي. أقول لك حاجة. نعم. إنت محظوظ، المدير العام له 3 يوم ما في وفاة عمته. ايه. ونزل الليلة، فإذا هو مررك أنا ما عندي أي مشكلة بمررك طوالي، فإنت أمشي له وشوف بقول لك. إذا خير إن شاء الله. إن شاء الله. وفاة عمته؟ وفاة عمته هاي. آه. لا أكيد ده محتاج مشي منه مشي له. الفرحة. لا بعد زيارة المسؤول الفاتحة.